حضراتكم مجددا وبرحب بضيوفي. وما زلنا زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن زواج القاصرات، الارقام مرعبه والنتائج كارثيه. خليني ارحب بدكتور عزه فتحي. برحب بحضرتك معانا دكتور عزه. اهلا بيكي يا استاذه عزه. برحب بيكي، مبسوطه اني معاكي، ده شرف لي. برحب كمان بدكتوره غاده علي. اهلا بحضرتك معانا دكتوره غاده. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيكي. في موضوعات انا بتصور ان احنا لو فضلنا نحسس على الموضوع من بره كده عمرنا ما هنحلها. يعني في خصوصا فيما يتعلق ب ليها عادات وتقاليد، ليها علاقة بثقافة قديمة، ما كناش كده هندخل على الموضوع على طول، نعرف أسبابه ونعرف إزاي نعالجه. هنفضل مكملين في الملف ده ككلام بلا تنفيذ، لأنه مش النهاردة بس اللي بنتكلم عن زواج القاصرات، لا، فترات كده موسمية كانت تطلع في الحكومات السابقة كانت تتكلم عن زواج القاصرات وكأنه موسم ويخلص، إلا لما اتكلم عنه سيادة الرئيس أنها قضية في غاية الأهمية، محتاجة شغل على المستوى الاجتماعي، محتاجة شغل على مستوى التشريع، محتاجة شغل على مؤسسات أجهزة كتير. دكتور عزة، هم ليه أسبابه إيه؟ يعني حضرتك كأستاذة اجتماع، الحالات اللي أنت شفتي حالات الأول؟ بشوف كتير طبعا. شفتي حالات الحالات دي ليه؟ يعني إيه المبرر إن هو يجوز بنته أو تجوز بنتها وهي لسه ما وصلتش السن القانوني للزواج، ولكن هي عايزة تعمل ده أو أبوها عايز يعمل ده؟ إيه؟ تحت مسمى العرف، والعرف العرف العرف في المجتمعات بتاعتنا أقوى من القانون. وأقوى من الدين، لأن هو كده كده وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي. أي مجتمع الضبط الاجتماعي عنده الدين، القانون، العرف. بتوصلي المرحلة بالذات في القرى والنجوع ان العرف بيكون اقوى من الدين واقوى من القانون. فبنت خالتها اتجوزت صغيرة، فالتسابق في حتة مين يتجوز اصغر. وهاتي عيالك وانت صغيرة يسندوا ظهرك، وهاتي عيالك وانت صغيرة تربيهم وتدلعيهم وتعمل الحاجات دي. الحاجة التانية ان طبعا لو يتقدم لها عريس كويس فهي ليه يقولوا لا؟ كويس ده ازاي؟ كويس مثلا ممكن يكون اكبر منها، ممكن يكون مش جنسية مصرية خالص. حتة برضو كويس هيشيل الشيلة، يعني هيشيل الشيلة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية، خاصة ان مثلا بعض القرى وبعض المحافظات محققة نسبة فقر عالي. فبالتالي البنت خلاص جت بقى، فجه بقى اللي يشيل شيلتها. وبعدين ناخد الفلوس دي بقى ايه بقى؟ نجهز اختها التانية، او نعلم العيال التانية، او نجيب نعمل شقة لاخوها الولد. انت فاهمة ازاي؟ هي بتبقى زي دورة استثمارية كده، دورة استثمارية. ساعات الانجاب عندنا بقى في مصر من بعد اواخر السبعينيات بقى سبوبة. تخيلي انجاب سبوبة. الانجاب بقى سبوبة. يعني ليه؟ لبعض الاسر. لبعض الاسر. اللي 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 اللي, اللي بالبلدي كده يعني بيطفح الدم على عياله. الطبقة الوسطى. ده حقيقة. يعني لو طالوا يبيعوا هدومهم. بجد هيبيعوا هدومهم عشان يعلموا ولا عيالهم تعليم كويس، صح، ويودوهم نوادي ويودوهم يلعبوهم رياضه وكده، عشان يعيش بني ادم طبيعي. والطبقه الوسطى هي اللي بترفع قيم المجتمع. يعني شوفي بقى، اذا انهارت الطبقه الوسطى انهار المجتمع. صحيح. فالعرف. الحاجه الثانيه ان بتبقى ساعات صفقه، بيع وشراء. الحاجه الثالثه اللي هو ايه؟ عايزين يخلصوا. عارفه انت يقول لك اسطرها. حته تحت حته الستر دي. مع انك انت وهي ما ينفعش تتستر مع السن القانوني. ما هو لا، وغير يعني كده ده يعني انا محتاجه كمان الناس تشاركنا الحقيقه على الاس ام اس وعلى صفحه البرنامج. ارائكم ايه؟ اقتراحاتكم ايه؟ لان الموضوع يخصنا كلنا. عايزه اقول لك كمان ان الزواج المبكر دايما في الارياف هو سمه، يعني 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 ظاهره. يعني يقول لك ايه؟ طول الارياف يتجوزوا بدري. انا بلاقي افاجئ، مش هقول اسماء، معيدات انت عارفه في الجامعه عندنا، يعني في ظرف هي جايه لي متجوزه وهي في اولى كليه وهي عندها 18 سنه او يمكن اقل. طب ما هو ده يخلينا نقول ان فكره التعليم او الجهل هو مش السبب. لا، مش العرف. العرف العرف يضرب التعليم في مقتل. وكان في وقت من الاوقات البنات المصريين في بعض القرى بيتجوزوا عرب،
وقد يكون شيخ ستيني يعني في العمر الستين والبنت عندها 14 أو 13 تخيلي، وموافقة الأب والأم ومحامين معينين بيشتغلوا في هذا الكارير ودي مهنتهم الوحيدة. المحامي هو اللي يضرب الورقة زي ما بنقول، بيضرب وبيسننوها وبالشكل كده. أيوه ده حضرتك ده من أيام لسه في 2022 بيسننوا الناس، وهيبقى إلا إذا كان في تحول رقمي وحوكمة. هنقول دكتورة غادة اتفضلي، احنا في كارثة والنسب عالية جدا ومرتفعة، ثقافة مستمرة، الثقافة الخاطئة دي مستمرة، واحنا متعودين ان احنا بنحسس على الموضوع ما بندخلش في تفاصيله. ايه الأسباب؟ يعني الحالات اللي شفتيها بتبقى ايه؟ هاخد طرف الحديث من كلام حضرتك يا استاذه عزه، احنا كنا في كارثه الى ان نعترف بالمشكله. اعتقد الفتره الحاليه اللي احنا فيها كلام فخامه الرئيس في كل مؤتمرات المراه، تسليط الضوء على الازمه، حوارات اعلاميه زي حوارك النهارده، ده كده بدايه الاعتراف بالازمه وبدايه وضع محاور ليها. في مشكله، المشكله الاعداد كانت بتتزايد، ليها اسباب. يعني خليني يعني اتكامل مع دكتوره عزه واقول ان عندنا الفقر والعوز هو على قدم المساواه من العرف والتقاليد في الاثر. لان احنا عندنا لو بصيتي لقيتي على المستوى كمان ده في بيزيد. بعض الحاجات صفقة العرف ينتصر، هو فقر. حتى الصفقات بتبقى مبررها احيانا للاهل الفقر. يعني انا هجوز واحده عشان اصرف على الباقي. حضرتك سالتيني هل ده حصل؟ شفت حالات كتير، في ام قالت ما هي بنتي الكبيره اللي هي ال 12 سنه اللي هي اعتبرتها كبيره، وفي كمان كبيره 12 سنه، في واحده كمان 11 سنه يمكن دي انتحرت حبيبتي. بنت عندها 11 سنه انتحرت، اتجوزت وانتحرت، وكان مبررها ان هي بتضحي عشان اخواتها الصغيرين يعيشوا. اذا احنا عندنا فقر، خبر ابيض، عندنا عوز، كان في فترات معينة مسيطر على الأهالي إن أنا واحدة بخلف كتير عشان واحدة تشيل الباقي. طب مش اللي في حالة العوز ده خلف على قده؟ ما هي ثقافة، هي كلها كانت ثقافة. في اللي بيفكر إن هو أخلف على قدي، بس ده مش في كل الثقافات. وخلينا كمان نعترف إن دي مش مشكلة في مصر بس، هي مشكلة عالمية على مستوى العالم. اليونيسيف أقرت وهيئات دولية كتير أقرت إن إحنا عندنا حوالي 12 مليون فتاة تحت سن ال 18 متجوزين، ويمكن حوالي 14% منهم بيتعرضوا لحالات انتحار، منهم اللي بتكمل ومنهم اللي ما بتكملش. ولكن 23% منهم بيكون على المحافظات الحدودية والأرياف والصعيد، الأماكن اللي تنتشر فيها أحيانا الحرف اليدوية، اللي هو اليوم بيومه الولد أو البنت يطلعوا يشتغلوا عشان يصرفوا يومهم، فده لو وقف لأنا أجوز واحدة منهم. فإذا الفقر والنواحي الاقتصادية هي على قدم سبوبة لأصحاب البيزنس، لكن للأهل بيكونوا بيبرروا ده لنفسهم. طب إيه الحل؟ التمكين والإذكاء الوعي، وإن أنا أفتح لهم طرق للتعليم وللشغل. لو بنيتي في السن الصغير دول يكملوا تعليمهم علشان يطلعوا يشتغلوا، أنا هصرف على أخواتي منهم. دي ثقافة، دي إلى حد ما والتقاليد انتصرت. معلش ايه بس هي المعيدين هي فوق ال 18، بس هي المعيده فوق ال 18، فهي دي حريه شخصيه. انا بتكلم على الاطفال، اللي هو الدستورنا في الماده 80 من الدستور قال ان الطفل هو لا اقل من 18 سنه، وقال ان الطفل له الحق في الاسم والاوراق الثبوتيه. حضرتك احنا عندنا اهم المشاكل والاثار اللي هتترتب ان الجواز القصر لا هينتج عنه عقد جواز موثق، ولا هينتج عنه شهادات ميلاد اطفال، ولا هينتج عنه ان الاطفال دول ياخدوا تطعيماتهم الاجباريه اللي بتحميهم من الامراض. فهي منظومه متكامله من الفساد. هي مهمه، لكن يعني اكيد حضراتكم عارفين ده وزيدكم الشهر بيت. انت بتتكلم في حاله الجواز ما قبل السن القانوني اللي هو زواج القاصرات اللي احنا بنتكلم فيه، ورقة أو بيقعدوا قاعدة مع بعض، عشان بس المشاهد يبقى معانا إن الأرقام دي وإحنا بنتكلم من خيالنا ولا ده الواقع. بيقعدوا مع بعض الناس عشان تبقى حضرتك عارف، وخلاص أنا جوزت البنت دي للولد ده، يا إما كلام بقائي
وبينفذ، يا اما طبقا للي قالته دكتور عزه فتحي انه بيبقى فيه محامين متخصصين في ده، انه يكتب ايه بقى، يكتب الورقه ولا يكتب جواز عرفي ولا يكتب ايه؟ هو بصي انا ما اعرفش هو بيكتب ايه، بس هي معروفه وفي قرى معينه وعلى فكره كان في يعني مجلات شهيره في مصر عملوا يعني تقارير عن الموضوعات دي. طيب احنا بنتكلم في انه بيتم الزواج وبدون طبعا توثيق، وبعدين البنت بتحمل وبتخلف. ده في بعض قرى الصعيد بينسبوا الولاد للجد او للاب، فلما بتخلف البنت مفيش جواز، يعني ورق جواز مش موجود، فازاي هيتسجل؟ فتروح تسجله باسم ابوها. اتفضل. فيصبح هذا الطفل اخوها، ابنها واخوها. ومن هنا أتت حالات كتيرة من خلط الأنساب، ودي اللي احنا بنعالجه في التشريع. يعني فانت بتتكلم في أزمة كبيرة. انت بتتكلمي في خلط أنساب، يعني الكلام ده على فكرة طبقا للتصريحات اللي انا بقوله ده نقيب المأذونين. يعني اسمحوا لنا نرحب بيه على التليفون. خلينا نرحب بالشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين. شيخ إسلام مساء الخير يا فندم. خير يا فندم، ازيك يا استاذ؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك وبضيوفك. اهلا وسهلا. فكره خلط الانساب نتيجه زواج القاصرات، الكلام ده انا قلته من 5 سنوات. نعم قلته من 5 سنوات وما زلت بقرر. دكتور عزه بيقول لك انا حضرته معاك. ايوه حضرته مع حضرتك يا دكتور عزه. يا معالي النائبه المحترمه، رجاء سرعه اصدار قانون بتجريم الزواج لاقل من السن القانونيه. تجريم الزواج وليس التوثيق، لانه هو مجرم توثيقه. نعم. طيب انا سؤالي لحضرتك بقى يا شيخ اسلام. اتفضل. مين اللي بيكتب الورقه اللي ما بين العيلتين دي؟ منتحل الصفه وعندي من شهر تقريبا واخد حكم 3 سنوات على منتحل صفه مأذون، بيقوم بعمل المأذون دون وثائق ودون اي حاجه. وهو ده اللي بيجوز العيال. بص حضرتك يا استاذ عزه، خلينا واضحين وبصراحه، لازم المأذون يحرم عليه توثيق عقد زواج بدون السن القانونيه. انا عندي وزاره العدل، وزير العدل مع المستشار مساعد وزير العدل، والا يدخل السجن. انا عارف مش كده، والا يبقى معرض للسجن القانوني. فصاحب الشأن عندما بيوصل للمأذون ويلاقي البنت اقل من السن بيرفضه رفض بات. حضرتك تبص تلاقي ان كان عاوز زي معالي النائب ما بتقول، او فقر او احتياج، او ما بيصدق ان هو عاوز يمشي بنته، عمل يعني عزلها وجهزوا العشاء بتاع العروسه وحجزوا كل حاجه والمأذون هو اللي هيوقفها، يبدا يدور على البديل. البديل بيكون ايه بقى؟ منتحل صفه او احد الاخوه الزملاء المحاميين بكتابه عقد زواج شرعي او عرفي. لحين بلوغ البنت السن القانونيه، ثم يقوموا بتوثيق عقد الزواج بموجب وثيقة تصادق على قيام الزوجية. لو حصل طلاق في الفترة دي يا شيخ إسلام، عرفي لا قيمة له. لو خلفت الطفل ده يبقى ابن مين؟ لا يقيد. قلت لحضرتك ويمكن الكلام ده انا قلته، دخلنا فعلا في اختلاط انساب، الابن بقى اخوها، ابنها بقى اخوها، وبنتها بقت اختها. احنا بنتكلم في ارقام كبيره في مساله خلط الانساب. لا مش ارقام كبيره، هتلاقيها حالات فرديه على مستوى الجمهوريه لا تتعدى مثلا صوابع اليدين، لا تتعداهم. 10 حالات 15 حاله على مستوى الجمهوريه كلها حصلت فعلا. حصلت. دي ملهاش حل قانوني بقى، خلاص ما خلاص. يا وبعدين دي المشكله كمان يا استاذه، ده انت تتخيلي بقى ان الراجل توفاه الله بالزبط. اصبح بقى ابن بنته وريث من ضمن الورثه بالظبط. تمام. حصلت الخلافات ما بين الاخوات، ده ابنك مش اخويا. ايوه يبقى لازم تسيبه مراسه. طب ده قاصر، يقدر يسيب مراسه ازاي؟ نعم. فدخلنا في مشاكل ما انزل الله بها من سلطان. ولذلك يا استاذ عزه، الحل من وجهه نظر حضرتك
تجريم الزواج، تجريم الزواج لأقل من 18 سنة. تجريم الزواج لأقل من 18 سنة. لو إسلام عامر هو اللي كتبه يحبس فيها. بشكرك شيخ إسلام عامر، بشكرك فن. عندي سؤال بسيط ساذج جدا. ما بتخلف البنت وهي مخلفة بزواج قاصرات أو غير موثق، إمتى بتروح تطلع شهادة ميلاد لابنها؟ لما توصل للسن القانوني، لما تقدر توثق الجواز بتاعها عشان يبقى معاها ورقة تصدر بيها، عشان يبقى لغاية ما تقدر توثق هو ابنها كأنه مش معانا، مش مواطن مصري، مش طفل مصري، مصر. ملوش أي حق. عشان كده بقول لحضرتك هو في الدستور له الحق، الطفل يعني الطفل هو من أقل من 18 عام وله الحق في اسم وأوراق ثبوتية. نعم. لو ما قدمتش ده يبقى ده مش معايا، ده ما يستفدش من أي حاجة من مواطن. الدولة المصرية مواطن. خليني أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ عزة، يعني بس ممكن نجرم، عفوا دكتورة غادة، ممكن نجرم دكتور عزة ودكتورة غادة في التشريع أو في اللي هتشتغلوا عليه. ده اللي أنا كنت عاوز أقول لحضرتك عليه. لا أقصد لازم هنا يبقى في عقاب للأب. أيوة. وعقاب للأم وللأب طبعاً. طبعا أنا بقول للأب وللأم وطبعا منتحل الشخصية ده لازم يروح في 60 داهية، لكن أقصد وعقاب أيضا للبنت والولد دول اللي هم اتجوزوا جواز تحت السن. خليني بس أقول لحضرتك إن دول هسميهم الطفل والطفلة، الحدث والطفلة، فهم بيكبروا. هي لازم تخاف تعمل كده، هي بتكبر وهو لازم يخاف يعمل كده. هي طفلة مجبرة تحت إجبار أسرة، تحت إجبار عادات وتقاليد. هي أنا ما أقدرش أحط فوق كتفها يعني حمل أكتر من الحمل اللي هي شالته كطفلة. هي اتعرضت لجريمة، فهو اللي يعاقب في التشريع المقدم في مجلس النواب ولي الأمر المأذون طبعا، أي طرف متوسط، السمسرة اللي بيتاجروا في البنت الصغيرة ويجوزوها لأثرياء وغيره وغيره، كل من تورط في هذه الجريمة هو في الأساس هي مجرمة، ولكن ما كانش ليها عقوبة كفعل لجواز قصر، كان العقوبة على التزوير ده. لا، وكان العقوبة على تزوير الورقة لو المأذون وثق عقد جواز لطفل أو لو اتعرف الموضوع. عايزة كمان أقول لك تقدير حضرتك إيه دكتور عز؟ لا أنا الشق القانوني أنا سيبته خلاص يا ست نائبة. محدش فكر إن البنت دي جهازها التناسلي لم يكتمل بعد، وبالتالي هي ممكن تموت. وممكن يبقى عندها حمل مبتسر. ممكن يبقى عندها طفل معوق بيجي لها نزيف. يعني دكاترة أمراض النساء كان المفروض يبقى معانا حد على فكرة المرة الجاية بقى برضو للموضوع ده، الموضوع مكملين فيه، ده ملف لازم هنكمله. يعني زيه زي الختان على فكرة بالظبط. فالحاجات دي مهمة. الحاجة التانية ان في بنات كتير بتنتحر وفي حاجات لم يتم الإبلاغ عنها، يعني في كوارث في الديرة، في المجتمع، البنت كمان لما بتكبر وبتفوق وبتشوف هي ممكن تتعرض لحاجات تانية. يعني ممكن تتعرض بقى ايه الراجل اللي هم جوزوه لي ده؟ ده انا ابتديت اعقل، ادخل لسن النضج، ابتديت اشوف الحاجات دي بتعمل كوارث. طبعا انت بتشوفي بقى الخيانات على مستوى السوشيال ميديا. طبعا ما هو نتيجه الحاجات دي. وهي دي كانت من اسباب الانتحارات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. البنت بتقارن نفسها، ايه ده انا ما عشتش طفولتي زي بنتي اللي هتعيش. اقول لك حاجه بقى، في مثل ومش هقول اسماء. في بنت بتبقى نازله من عربيتها صغيره كده، عندها 19 سنه في الجامعه وكذا وكذا وكذا، شفت يعني مرات ابن حارس العقار قدها في السن، عندها 2 طفلين، قدها في السن وعندها طفلين، بتبص كده للبنت انا ما عشتش زيك. هو ده، هي بتقارن السلف، بتقارن نفسها، بتقارن نفسها، بتقارن لبسها بلبسها، بتقارن كذا. انا وكانت دايما تقابلني وتقول لي على فكره انا كنت شاطره في المدرسه بس طلعوني عشان اتجوز ابن عمي. ايوه عايزه اقول لك هي بتقطع قلبي. طبعا بقت زوجه وام، انا مش قادره اعمل لها اي حاجه. طبعا عندها 18 سنه حضرتك. طبعا يعني ازاي؟ انا فاكره 18 سنه دي انا كنت طفله في الجامعه، يعني بتخدم. دي بتخدم وبتعمل وبتشيل حماها وبقى وحماتها وتشتغل في العماره، حاجات فوق الطاقه، وهي لسه طفله. طفله بتبصي على البنات اللي قدها، يا عيني النظره لو شفتي. هل احنا مساله، للاسف الوقت جري، لكن الشق القانوني دكتوره غاده علي كلمت عليه، الشق المجتمعي وده اللي يهمني اكتر كمان مع احترامي للشق القانوني،
برضو، لانه انا مقتنعه بفكره ان العرف تغلب على القانون. هم بيتكاملوا، لان من ايمن العقاب اساء الادب. صح، ما كانش عندنا عقوبه. مين يكلم الناس دي؟ يعني احنا ممكن نكون على التلفزيون دلوقتي وعاملين ده، وهنعمل حلقه ثانيه وحلقه ثالثه، بس مش اي ولا حد يسمعنا. حملات طرق الابواب، لازم نقعد كده على المصطبة معاهم ونتكلم ونرغي ونقعد ونتكلم. المجلس القومي للمرأة بيقوم الحقيقة بدور كويس قوي. الحاجة التانية، أنا عايزة المتطوعين يزيدوا شوية. يعني مش بس أخلي إن هم الولاد خريج الجامعة علشان يتخرج من الجامعة إن هو يعلم ثلاثة أميين. لا، مش يعلم بس ثلاثة أميين، وياريت كمان ينزلوا القرى، وكل واحد ينزل في القرية بتاعته عشان ما يبقاش غريب، مغترب، وما يبقاش غريب. يقعد يتكلم في موضوع الموضوع ده، تنظيم الأسرة وزواج القاصرات، ويقعد يتكلم كمان عن المخاطر اللي ممكن تحصل. ممكن تهرب ليلة الدخلة البنت، ممكن تنتحر، ممكن تحصل بعد كده، وممكن نعمل نماذج من خلال فيديوهات يتفرجوا عليها يبقوا شايفين. ويا ريت بقى زمان زي حسنين ومحمدين والحاجات دي نعمل حاجة برضو لزواج القاصرات كده. يا ريت. بس بشكل حديث، دور الإعلام وتسويق الفكرة وآثار الفكرة، يعني احنا محتاجين ده جدا برضو. يعني مع المجلس القومي للمرأة هو بيقوم بدور عظيم في الموضوع ده، خاصة بيوصل لأطراف الدولة. المناطق الحدودية مهمة جدا، عشان محتاجة مجهود أكتر، محتاجين أكتر. يعني ومعاهم الوزارات. ما احنا لو كل، مش بتكلم عن المجلس القومي للمرأة، بتكلم بشكل عام، لو كل الناس دي كانت بتشتغل بشكل، كنا لقينا نتائج. يا جماعة ما احنا محتاجين تحرك. عاوزة حضرتك من النقطة دي النتائج، خلينا نقيم كمان بالمرة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر اللي طلعت من 2015. المشكلة ان انا ايه النتيجة؟ الوقت خلص، لكن مازال الملف ده نشتغل عليه تقييم عشان نعرف المشاكل ونبدا نعالجها الفتره الجايه. نعم، والمساله لازم تكون ليها مردود سريع على الارض، زي ما قال الدكتوره عزه فتحي، انه الناس نقعد نتكلم معاها، ولازم ندوات في الجامعات. ندوات في الجامعات، لانه وفي التربيه السكانيه، في التربيه وفي الجغرافيا، وحدات مناهضه العنف ضد المراه اللي في كل الجامعات. ده في غايه الأهمية، يدرسوها. الاديوكيشنال بتعلم، زي ما قلت لك اسرائيل طلعت شعب من التعليم. امريكا من التعليم. احنا محتاجين النشأة كمان، المدرسه ده سن مدارس جدا جدا. احنا محتاجين كلنا نشترك، نتكاتف فعلا. كلنا نشترك، كل المؤسسات. اشكرك دكتوره عزه فتحي، وبعتذر لضيق الوقت. اشكرك دكتوره غدا علي، بشكرك فندم، بعتذر لضيق الوقت، ولكن شكرا. ما زال الملف مفتوح ان شاء الله، مازال الحديث بقايا الفترات القادمه. بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره على خير، مع تحياتي عزه مصطفى، والى اللقاء.